ممكن بيرجع لموضوع الضرائب، ممكن بيرجع للمستحقات بالنسبة لسلطة الطاقة والأمور هذه، ما بعرف بالنسبة للوضع هذا. طبعا احنا اذا بنزل عالميا لازم ينزل عنا، طبعا احنا زي باقي البشر. اما السبب عدم نزوله هنا بتوقع يعني بترجع لقصه بين السلطه واسرائيل، يعني الضرائب والامور هيك كلها، لان السلطه بترفعه مثل ما بدها بترفع السلطه، والشعب اللي ماكلها المواطنين. طيب شو بتطالب؟ انا بالنسبه لي بطالب لازم يصير ده ثلاثة شيكل ونص اللتر، يعني بس مش ازيد من هيك حسب النفط. انا برميل النفط اليوم 55 دولار، لازم وصل 3 شيكل للسولار. لا هو بينزل عند اسرائيل وعندنا ما بنزلوهش، بنزلوه يعني اقر 1%، اذا نزل عندهم 20% عندنا بنزلوه 1%. بعتقد كله مربوط في اتفاقيه باريس، واتفاقيه باريس هيك بتنص، وجماعتنا ما بعرف يمكن شغل شركه. احنا بالنسبه لنا كمواطنين بنطالب مش بس بالنفط وبالبترول انخفاض الأسعار، في جميع المواد الأساسية الحياتية اللي بنعيشها في ظل الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي السيء. شو السبب؟ في ناس بتوكل يا عمي، الروس بتوكل، والناس اللي عباب الله عباب الله، هذا هو. ولا هناك بنقص ب50%، عندنا بنقص 1%. يعني التجار وهالدنيا هذول هم اللي ماكلين الدنيا كلها، رايح على الشعب ورايحة على 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 الناس وعلى السواكين، كله على حساب الشعب كله رايح. شو بتطالب عمو عشان؟ بطالب العدالة، مثل ما بنقص هناك بنقص هنا كلمة فيها. حتى هناك لازم يبقى أغلى، لازم عندنا أرخص، لأنه إحنا اسمنا محتلين، لازم يبقى عندنا شيء أرخص، الضرائب أقل، لازم كل شيء يبقى عندنا أرخص من عندهم. هسا نقارن بأي سعر، لازم يبقى السعر اللي عندنا أرخص من عندهم. أنه عندهم ضرائب وعندهم كل شيء، احنا عندناش، لازم تكون ضرائبنا اخف منا على شعبنا، لانه شعبنا محتل. والله هاي السياسه يا عمي، هاي السياسه اللي متبعينها، واحنا هذا الخراف في ناس مسؤوله عنه، وان شاء الله انه بينزل. انت بشو بتطالب لنحل هاي الازمه؟ شو بنطالب؟ تنزيل المحروقات فعلا، لانه اسعار البترول نزلت عالميا، هذا اللي بعرفه. اما هون ان شاء الله انها بتنزل، ويقال انه بده تنزل، بدهم يخفضوا السعر في بدايه السنه الجديده، والله اعلم عاد، ان شاء الله انها بتنزل. هذا السبب انه عندنا في تلاعب قبل المسؤولين، وفيش رقابه، وفي فساد، هذا سببه كله. والاسعار عالميه عم تنزل، ليش عندنا احنا بتضلها عالميه؟ بعدين اسعار النفط عالميا كلياتها في كل دول العالم نزلت، الا عنا احنا ظلت على حالها. طيب في حال ما انه بنخفض الدولار وبترتفع اسعار النفط، برضه بتضل الاسعار بتغلى الاسعار. يعني لما بيرتفع سعر النفط عالميا عنا بيرتفع السعر، لما بينزل عالميا ليش بينزلش بالمقابل؟ هنا مسؤولين عنا في تلاعب في موضوع التسعير للنفط. طيب ايش عم بنطالب الحل؟ احنا بنطالب انه اصحاب القرار والمسؤولين يكونوا عند مستوى المسؤوليه والامانه اللي هم مستلمينها، وبالتالي يكون عندهم نوع من الحرص على مصلحه المواطن، وخصوصا احنا الان الشعب الفلسطيني في احوج ما نكون الى الصمود. هذا العمل لا يؤدي الى الصمود، صمود المواطن بعمل تسيير.